اللي هو الأخوة الأحباب في هذا المقام الطيب، في هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما. الإمام الحسين سيد شباب أهل الجنة، وفي هذه الليلة من ليالي ملتقى الفكر الإسلامي الذي ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وبرعاية صاحب المعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتنقله لحضراتكم قناة النيل الثقافية. في هذه الليلة يطيب لنا الحديث عن هذا الإحساس أو هذه السمة التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان ليطيب له العيش. لن يهنأ الإنسان إلا به الأمل. ربما يغيب هذا الإحساس بالأمل مع بعض المشاكل، مع بعض الضغوطات، مع أعباء الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعمل وكذا، لكن كل هذا إذا اطمأن قلبك وظننت بالله خيرا فيأتي هذا الإحساس. هذا الاطمئنان هو ما يعني الأمل. ويقول رب العزة: أنا عندي ظن عبدي بي. هكذا إذن إذا تحلى الإنسان بالأمل طاب عيشه واستعد لغده بطاقة إيجابية. وهناك ما بدا في الأفق منذ سنوات قليلة عن القول بالطاقة أو ما يعرف بعلوم الطاقة وكذا، لكن تخيل أخي المؤمن أخي المسلم أن هذا هو ما جاء به سيد الخلق منذ ما يزيد على 1400 عام. هذا وأكثر منه يحدثه عنا علماؤنا وأساتذتنا الأستاذ الدكتور حسام وافي أستاذ الأمراض الباطنة بكلية الطب، والأستاذ الدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. لكن كل له بابه ومدخله لهذه القضية. نبدأ هذه الجلسة بعد قراءة من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ قطب أحمد الطويل يتلو علينا ما تيسر له من آيات الذكر الحكيم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، قد أفلح من تزكى ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة
الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك.
وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم صدق الله العظيم كم في القرآن الكريم من قصص يذكرنا ويعلمنا هذا القرآن الذي هو دستور المسلمين وإن شئتم الصدق هو دستور الكون فيقول رب العزة ما فرطنا في الكتاب من شيء لم يترك الله سبحانه وتعالى من صغيرة ولا كبيرة إلا وذكرت في القرآن عن الأمل الكثير والكثير من القصص في القرآن الكريم حين يتحدث رب العزة عن سيدنا إبراهيم وكيف بشر بإسماعيل هذا الأمل وكيف يأتي الأمل حتى وهو يرى في المنام أنه يذبح ولم يقل أنه ذبح إنما يذبح أيضا في قصة سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف وهو رغم أن ابيضت عيناه وكذا إلا أنه لا يزال لديه هذا الأمل فيطلب من أبنائه أن يبحثوا عن يوسف وأخيه هذا الأمل الموجود في سيدنا إبراهيم وسيدنا يعقوب وفي سيدنا موسى أيضا في بعض القصص وكأنه سنة الله في خلقه هؤلاء الأنبياء والرسل هم النماذج
الذين يجب أن نقتدي بهم. هكذا جاءت قصصهم في القرآن لتكون عبرة لنا. حين يقول رب العزة سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي إن خير فخير، مش كده؟ طيب، ثم يأتي علماء الطاقة فيقولون أن ما تفكر به أنت سوف يسخر الكون ليحقق ما أردته أنت. نحن كمسلمون نقول أنها إرادة الله وأنه ظن العبد بربه. هكذا هو ديننا الحنيف. أترك الحديث، وهذه هي أطول فترة سأتحدث فيها، وأترك بعد ذلك الحديث لعلمائنا الكرام، فلديهم بحر علم، وما قلته أنا لا يكاد يكون قطرة في بحرهم. الأستاذ الدكتور محمد عزت الأمين العام للشؤون الإسلامية يتفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. في البداية نتقدم بعظيم الشكر والامتنان لوزارة الأوقاف ولمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لرعايته لهذا الملتقى الفكري الذي يقيمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. كما أنه من عظيم الشرف لي أن أجلس بجوار أستاذي العالم الجليل الأستاذ الدكتور حسام موافي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بكل ما يقدمه لنا. وبعد، في ظل هذه الأجواء الروحية ونحن في العشر الأواخر من رمضان، هذه الأجواء باعثة على الأمل. الله سبحانه وتعالى يحب عبده، ولذلك قال أهل الله: أحبه فملكه ولو كرهه ما خلقه. أحبه فملكه ولو كرهه ما خلقه. فيفتح أمامنا باب الأمل حينا بعد حين، فيجعل لنا الحق سبحانه وتعالى الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، باعثا لنا على الأمل للوصول إليه سبحانه وتعالى. جعل لنا الحق سبحانه وتعالى ليلة في شهر رمضان هي خير من ألف شهر، باعث على الأمل. جعل لنا الحق سبحانه وتعالى يوم عرفة، صومه يكفر سنة ماضية وسنة قابلة، فيبعث فينا الأمل للوصول إليه سبحانه وتعالى. كلمة الأمل ذكرت في القرآن الكريم مرتين، مرة بالجانب السلبي ومرة بالجانب الإيجابي. حين يكون الأمل بلا عمل يكون سلبيا، حين يتمنى الطالب أن ينجح بلا مذاكرة أمل لكنه أمل سلبي. قال الحق سبحانه وتعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. حين يكون الأمل مقرون بالدنيا فقط دون عمل ودون تعلق بالله سبحانه وتعالى فهو سلبي، الحق سبحانه وتعالى ذمه. وذكر الحق سبحانه وتعالى الأمل في الجانب الإيجابي، حين يكون عطاء من الله، تعلق بالله،
وبمغفرة الله وبتوفيق الحق سبحانه وتعالى وتأييده. يقول الحق سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الأمل المتعلق المقرون بالعمل مع التعلق بالله سبحانه وتعالى محمود وغيره مذموم. والحديث معكم عن الأمل الإيجابي الذي هو قوة دافعة ينشرح بها الصدر، تطمئن به النفس، تسمو به الروح، قوة دافعة تدفع الكسول إلى الجد، تدفع المخفق إلى أن يكرر المحاولة، تحفز الناجح على مضاعفة النجاح. يحكى في تاريخ الإسكندر المقدوني، وهو صاحب انتصارات كثيرة في معاركه، أنه في إحدى المعارك هزم، فجلس يفكر لوحده ما سبب الهزيمة. وبينما هو يفكر وجد نملة تسير أمامه تجر حبة قمح وتصعد بها إلى أعلى، فتسقط الحبة فتعود النملة مرة أخرى، فتجر حبة القمح لتصعد فتسقط الحبة فتعود، حتى نجحت في مهمتها وفي سحب حبة القمح، فأدرك أن النجاح الحقيقي في تكرار المحاولات. ما الذي يجعل الفلاح الذي يرمي بذرة تحت التراب، ما الذي يدفعه إلى أن يفعل ذلك؟ إنه الأمل في يوم الحصاد. ما الذي يدفع الطالب إلى أن يجتهد في مذاكرته؟ إنه الأمل في النجاح. ما الذي يدفع التاجر في أن يغامر ويسافر هنا وهناك؟ إنه الأمل في الربح. ما الذي يحبب الدواء إلى المريض؟ إنه الأمل في الشفاء. فلولا الأمل ما دعي إلى دين، ولولا الأمل ما دافع إنسان عن وطنه ومات من أجله. فاليأس سلم إلى القبر، والأمل نور الحياة. اليأس سلم إلى القبر، والأمل نور إلى الحياة. الله سبحانه وتعالى وهبنا أمارات الأمل في حياتنا وفي أجسادنا، وهو ما سيحدثنا عنه أستاذنا. حين تفتح العين وتغلقها كما يقولون من 13 إلى 1000 مرة، الرمش يفتح ويغلق من 13 إلى 15,000 مرة في اليوم، فهو يفتح أمام الإنسان بابا جديدا للأمل. حين يدق قلب العبد في اليوم ما يقرب أو أكثر من 100,000 مرة، فهو يفتح أمامه بابا جديدا للحياة. الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يغلق باب الأمل لأغلقه أمام العصاة الذين عصوا الحق سبحانه وتعالى، لكن الحق سبحانه وتعالى فتح أمامهم باب الأمل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بل إن الحق سبحانه وتعالى عاقب ويعاقب من يغلق باب الأمل في وجوه الخلق. روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدث عن رجل قال: والله لن يغفر الله لفلان،
فقال الله تعالى: من ذا الذي يتآلى علي أني لا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. فالله سبحانه وتعالى عاقب من أغلق باب الأمل في وجوه الخلق أنه غفر لفلان، وأحبط من أغلق باب الأمل في وجوه العباد. سيدنا معروف القرخي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه كان جالسا مع بعض أصحابه، فمر وهم على البحر، فمر عليه شباب وهم في مركب يلهون ويرقصون ويشربون الخمر، فقالوا له: ادعوا عليهم. فرفع يديه إلى السماء قائلا: اللهم فرحهم في الدنيا في الآخرة كما فرحتهم في الدنيا، اللهم فرحهم في الآخرة كما فرحتهم في الدنيا. فقالوا: إنهم يلهون ويرقصون ويشربون الخمر، وقلنا لك ادعوا عليهم فتدعو لهم، اللهم فرحهم في الآخرة كما فرحتهم في الدنيا. قال لهم: لو أن الحق سبحانه وتعالى فرحهم في الآخرة تاب عليهم في الدنيا ولا يضركم شيء من ذلك، لو أن الله سبحانه وتعالى قد كتب عليهم أنهم سيفرحون في الآخرة سيتوب عليهم في الدنيا ولا يضركم شيء. السنة النبوية المشرفة مليئة بفتح أبواب الأمل، فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم عندما ذهب إلى الطائف وأهل الطائف عارضوه وسلطوا عليه سفهاء وأطفالهم فرموه بالحجارة حتى أدميت قدماه الشريفتان صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عمد إلى بستان ابن الربيعة ثم دعا بالدعاء المشهور: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب المستضعفين أنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجاهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نزل عليه سيدنا جبريل ومعه ملك الجبال، فقال ملك الجبال: يا رسول الله، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، إن شئت أن أطبق عليهم الجبلين لفعلت. قال: لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم ينظر بالأمل، فإذا بعد مدة من الزمان نجد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل في الإسلام، سيدنا حمزة بن عبد المطلب يدخل في الإسلام، خالد بن الوليد يخرج من صلب الوليد بن المغيرة، سيدنا عمرو بن العاص يخرج من صلب العاص بن وائل، سيدنا عكرمة يخرج من صلب عدو الله أبي جهل. فينظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيخرج وينظر بالأمل، فيخرج من هؤلاء ومن أصلابهم من يوحد الله، من يدافع عن دين الحق سبحانه وتعالى. بل إن الإنسان له أجر كبير إذا عاش بالأمل، إذا عاش بالأمل وتعامل بالأمل وعمل بالأمل مقرونا بالعمل. سيدنا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه يمر عليه أناس وهو يغرس شجرة وسنه كبير، يغرس نخلة وسنه كبير، فقالوا له: أتغرس نخلة وقد لا تثمر إلا بعد كذا وكذا سنة، وأنت شيخ كبير قد لا تأكل منها؟ قال: وما علي أن يكون لي أجرها ويأكل منها غيري.
وما علي أن يكون لي أجرها ويأكل منها غيري. فباب الأمل مفتوح، فلا تغلقه على نفسك ولا تغلقه على الآخرين. وما دام في الجسم نفس يتردد فالأمل موجود. وصدق الشاعر حين يقول: ترجو الحياة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليه الصلاة والسلام. فتح الله عليك يا دكتور محمد عزت. الحقيقة عادة ما نحدد لكل ضيف فترة زمنية محددة، لكن هذا الكلام الذي استمعنا إليه ربما جعلني لا أريد أن ينتهي هذا الحديث الطيب لولا كرم الأستاذ الدكتور محمد عزت، ولولا انتظارنا جميعا لما سيفضي إلينا به الأستاذ الدكتور حسام موافي، الذي كثيرا ما نستمع ونسعى إلى الاستمتاع بحديثه الطيب. لن أتحدث وسأترك الحديث للأستاذ الدكتور حسام موافي، أستاذ الأمراض البطنة بكلية الطب. تفضل سعادة الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. طبعا هيبقى كلام صعب جدا بعد دكتور محمد عزت، قال كلام يعني ما حدش يقدر يتكلم بعديه. أولا أشكر معالي وزير الأوقاف إن اداني الفرصة أقعد في سيدنا الحسين، مسجد سيدنا الحسين. دي حاجة كبيرة جدا جدا جدا، أنا ما كنتش أحلم بيها والله، والله ما كنت. أنا رحت مساجد كتير أتكلم، بس أتكلم في رمضان في العشر الأواخر في سيدنا الحسين دي حاجة كبيرة جدا. فأنا بقدم له الشكر من هنا، ربنا يبارك فيه. وعن الفكرة اللي عملها فكرة حلوة جدا، الوعي. الوعي ده مهم جدا جدا، أهم حاجة في الدنيا إن الناس اللي بعيدة شوية تقرب والوعي يلمنا كلنا. أنا هتكلم في الأول عن الأمل، بس هقول لكم خسارة إن أنا أبقى معاكم وما أقولكوش الإعجاز العلمي للقرآن، خسارة، لأن دي يعني دي شغلتي. لما نيجي ندرس علميا من هو الشخص اللي عنده أمل، احنا عندنا مجموعتين اهي، واحد يائس وواحد عنده أمل. مين ده ومين ده؟ اللي عنده أمل الشاكر، والله اللي دايما شاكر لله عنده أمل كبير جدا جدا. الساخط دايما تلاقيه يائس. في ناس كتير ما بتاخدش بالها عكس الشكر ايه، كتير جدا ما ياخدوش باله. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عكس الشكر يا رب الكفر. فالشخصية اللي ما بيشكرش اللي دايما يائس. أنا بشتغل في عناية مركزة بقالي 40 سنة، بقالي 40 سنة، أقسم بالله إن إحنا اخترعنا حاجة الأجانب ما قالوهاش خالص، لا أمريكان ولا إنجليز ولا أي حد، إحنا اكتشفناه ومع زمايلي كلهم. وأنا كنت قلت لهم ما شاء الله بفضل الله بفضل الله، قلت لهم إيه رأيكم نبتدي نبحث في النقطة دي، إرادة الشفاء. اللي عايز يخف هيخف، واللي مش عايز يخف هيموت، والله العظيم. وطلعت صح، عملنا إحصائيات، مين اللي عنده إرادة شفاء بيخف. ما هو إرادة شفاء؟ الأمل، هو الأمل، إنه عنده الأمل في الشفاء. دي على الهامش كده عشان إيه تعرفوا إن أنت بإيدك ممكن تغير صحتك، بإيدك. اليائس ده ممكن جدا يجيله مصايب، بيأسه مصايب ما يحسش بيها، لكن ده كان السبب فيها يأسه. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بس في شرط بقى مهم جدا، في شرط مهم جدا جدا جدا، سواء أنا كنت يائس
أو شاكر أو عندي أمل، في شرط مهم جدا. ربنا سبحانه وتعالى كلمنا بأكثر من طريقة. يا أيها الذين آمنوا، تلاقي دايما بعديها أمر أو نهي. مثال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أمر. أو يا أيها الناس، بيكلم الناس كلها، مسلم وغير مسلم وكاف، بيكلم الناس كلها. يا بني آدم، بيفكرك إنك أبوك آدم اللي عمل وعمل وعمل، بيفكرك ربنا سبحانه وتعالى. لكن أكتر طريقة فيها حنان، الحنان كله والطبطبة كلها من الله سبحانه وتعالى، لما يكلمك عبد: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو طالع في الإسراء والمعراج ما قالش وأوحى إلى محمد، مع أن اسم محمد، ولا إلى الرسول، أوحى إلى عبده ما أوحى. العبودية تخليك كبير قوي، بس بشرط أن تكون العبودية لله مش لحد تاني. العبودية تخليك شاكر، تخليك عندك أمل. خلينا دايما يا أخوانا عبيد عشان ربنا يبقى حنين علينا. أنت لما تقف في حجر إسماعيل في الكعبة، الحتة اللي كانت زمان كعبة وبس اتغيرت، وتبص فوق هتلاقي كده: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. في أجمل من كده؟ ده الجزء بتاع الأمل. طبعا أنا ما أقدرش أتكلم فيه زي الدكتور محمد عزت، لكن هقول لكم إعجاز يعني هتقوموا تسجدوا والله. كتاب أكتر من 400 صفحة اشتريته من 10 سنين، مكتوب عليه بالإنجليزي كده ووتر يعني مية. لفت نظري، ايه مية دي؟ كان غالي قوي يعني، تراوحت بين شهوة المال وشهوة العلم، شهوة العلم غلبت واشتريت الكتاب. قعدت اقرا فيه 3 أشهر، 3 شهور، كتاب كبير، كتاب طبي مش حاجة تانية. 3 شهور بقرا فيه بعمق عشان ادرسه. الكتاب بيتكلم على ايه؟ المية اهي، تمام، بيتكلم على المية. انا بشرب كوباية شاي دلوقتي وفيها سكر مظبوط جدا. جه الشيخ محمد عزت وراح حاطط لي مية سخنة على الشاي. اجي اشرب الشاي الاقيه ملوش طعم. يا شيخ محمد عملت كده ليه؟ يقول لي بغلس عليك. طب ما انت ما خليتش السكر له طعم. قال لي: هو انا شلت السكر من الشاي؟ قلت له: لا، بس عمل ظاهرة مهمة جدا 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 اسمها ظاهرة التخفيف. خفف الشاي بالمية فالسكر مش باين. واضحة؟ تخفيف، بخفف الحاجة يبقى السكر، ما هو بدل ما تركيزه كذا بقى أقل لأن حطيت مية بدون سكر. واضحة؟ طب ما حدث مع كوباية الشاي يحصل مع جسمي، يحصل مع جسمي. هشرب إزازة المية تنزل في الأمعاء، تخش على الدم، تخفف كل اللي في الدم وموت، أتوفى من كوباية مية. الكتاب بيدور حول كده بقى، إن هو لما المية تخش في الدم ممنوع تقعد، ممنوع المية تقعد في الدم، تخرج عن طريق البول، العرق، النفس، البراز، لازم تخرج، لأن المية لو قعدت هتخفف الدم تبقى كارثة. محدش يفهم غلط، المية جعلنا من الماء كل شيء حين، واشرب زي ما انت عايز طالما انك سليم. ربنا عامل ايه في الجسم يخليني محتفظ بالمية؟ عمل ايه؟ عمل 4 أعضاء: الكلى والكبد والقلب والمخ. لو شافوا المية يتسرعوا، يروح طاردها كبول، كعرق، كنفس، او في البراز. 4 جهات، 4 أعضاء متولية. شربت دلوقتي المية دي، اول ما المية تنزل في دمي الكلى تتحرك. اشرب زي ما انت عايز مية، لا يمكن تخزنها،
لا يمكن هتنزل بول. بتكلم على واحد سليم، اشرب زي ما انت عايز في السحور، هتعطش قبل المغرب هتعطش، بس بينما لو كلت ما جوعش لان الاكل يتخزن، لكن المايه لا، لان المايه لو اتخزنت تموتني. بص مريض الكلى تلاقيه مورم، ليه؟ مش عارف يخرج المايه. مريض القلب رجليه مورمه قد كده، ليه؟ مش عارف يخرج المايه. مريض الكبد عنده استسقاء وميه مخزنه في جسمه، ليه؟ مش عارف يخرج المايه. ففي اعضاء ربنا سبحانه وتعالى عاملها لطرد الميه من الجسم، عشان الميه لو قعدت في الجسم خطر. انما هذا لا يعني انك ما تشربش طالما انك سليم. تقول لي طب افرض انا مش سليم، اقول لك الدكتور بيعمل لك حاجه اسمها توازن سوائل. مريض القلب اقول له تشرب قد كده بالملي والا تبقى كارثه. مريض الكبد بالملي، مريض الكلى بالملي، يشرب قد ما انا اقول. انما السليم عنده ثلاث اعضاء سلام يطردوا الميه في ثلاث دقائق ولا كانك عملت حاجه. قريت الكتاب وفهمته ولخصته ثلاث شهور، ثلاث شهور قاعد اقرا فيه. انا ما بفهم كتاب بقوم اسجد لله شكر. ليه؟ مش انا اللي عامل ده، المخ ده مش انا اللي عامله، ده ربنا. فبشكره على انه اداني هذا العضو اللي اقدر افهم بيه هذا الكتاب الصعب جدا. خلي بالكوا ده اكتر من 400 صفحه بيتكلم في الكلام اللي انا بقوله ده. لقيت المغرب بيد، نزلت اصلي المغرب في المسجد، اقسم بالله العظيم لقيت الامام بيقول الكتاب في اربع كلمات، ورب الكعبه انا بكيت. قلت ده انا قاعد فيه اربع اشهر وثلاث اشهر اذاكره، الامام قاله لنا في اربع كلمات من كام سنه، من اكثر من 1400 سنه. وانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين. تخيل ده كتاب، كلمه دي، ان الجسم السليم ما يخزنش ماي. احنا بنرد على الناس اللي بيعتقدوا انهم متعلمين، انا رايي انهم جهله. اللي يقول لك العلم حاجه والدين حاجه، مين قال كده؟ مين قال كده؟ هو انا لما اذاكر القران وابص فيه علمي قل ولا زاد؟ هم فاكرين نفسهم بيفهموا اكتر مننا، وان احنا ناس درويش متخلفين عقليا، ان احنا بنخلط الدين بالعلم، وهذا خطا شديد جدا. دي اول حاجه كنت عايز اقولها. الميه معجزه، الميه دي انك تشرب وما تخزنش، بينما لو كلت تتخن لان الاكل يتخزن مش هيضرك. انما الميه خطيره جدا جدا جدا. اوعى حد يفهم ان الميه خطر، الميه خطيره على اللي كلوته بايظه او كبده بايظ او قلبه بايظ، اللي فيه مرض يعني. النقطه الثانيه، انا طولت؟ لا خالص خالص لسه. النقطة التانية اللي عايز اقولها، احنا في رمضان ومعظمنا ما بياكلش اكل صحي. انا هجيب لكم الابحاث اللي اتعملت في امريكا، الابحاث اللي اتعملت في امريكا، تمام؟ وهطلعها لكم. القرآن، القرآن في ايدنا ما بنستخدموش. هم طبعا عملوها كبحث، هم مالوش دعوة بالقرآن خالص يعني. البحث الاول، حذاري تبتدي اكلك الا بالفاكهه، لان الفاكهه لما تنزل في الامعاء بتعمل تغيرات تخلي الاكل اللي هتاكله بعد كده ما يضركش، تمام؟ ده مجله طبيه، الفاكهه قبل الاكل. الرسول عليه الصلاه والسلام جاله الامر بالحج فبينفذ، فبات في منى ليله العرفه، اسمه يوم الترويه، طلع عرفه الساعه 11 الصبح، المغرب جدا ما صلاش المغرب في عرفه، نزل مزدلفه جمع الحصى وصلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ونام وصحي الفجر راح على منى، رجم ابليس الكبير فقط، ونزل على الكعبه عمل طواف الافاضه، وجه عند السعي وقف، والصحابه حواليه، وقف برهه كما قيل يعني، يعني ثواني كده، وقال حديث صحيح مروية، قال سأبدأ بما بدأ به الله، سأبدأ بما بدأ به الله.
هو كان يعني هيبتدي بالصفا ولا بالمروة؟ فقال أنا هبتدي زي ما ربنا ابتدى، إن الصفا والمروة. شفتوا الواو عملت إيه؟ خلتي يبتدي بالصفا. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر الآية. وبدأ بالصفا وسعى. في أكلنا يا إخواننا، إحنا مسلمين، إحنا مسلمين، في أكلنا ابدأ بما بدأ به الله، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. أدي البحث اللي معمول مكتوب في القرآن اهو. وفاكهة مما يتخيرون، هو ربنا ابتدى بيها، ولحم طير مش أي نعم، ده في الجنة، في الجنة، لكن احنا في الدنيا ممكن نقلد اللي هيعملوه في الجنة. فده القاعدة الأولى. كلنا خد برتقانة وانت داخل البيت، على بال ما تصلي الظهر وزوجتك تحط الغداء هيكون نفسك اتسدت، هتاكل ربع الكمية اللي هتاكلها. نمرة اتنين، الرسول عليه الصلاة والسلام قال حديث جميل جدا جدا، قمة العلم. والله هذا الرجل صلى الله عليه وسلم كان أستاذ في كل الطب. كانوا قاعدين ياكلوا فقال لهم تحدثوا على الطعام ولو بسعر السلاح، تحدثوا على الطعام ولو بسعر السلاح. وانت بتاكل اتكلم، هتاكل اقل. لماذا؟ ناخد دي علميا بقى، علميا. انت بتشبع بطريقتين، انت بتشبع بطريقتين، انا هقول الطريقتين وانت اختار اللي انت عايزه، اختار اللي انت عايزه. انا هقول الطريقة الاولى اللي تشبع بيها والطريقة التانية وانت اختار، وهتشوف مين صحية اكتر. والرسول قال ليه كده؟ الطريقة الاولى هاكل 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 هاكل، فجأة قال نفسي مش قادر اكل، شبعت. هو ايه اللي حصل؟ المعدة كانت قد كده، كبرت كبرت، الاكل ملى المعدة، في عصب في المعدة، في عصب. لما المعدة تصل حجم معين العصب يروح في المخ، مركز اسمه مركز الشبع، يقول له كفاية كده. ادي الطريقة الاولى، خلاص. حلوة ولا وحشة؟ هو ده شبع ولا امتلاء؟ ده امتلاء. الطريقة التانية هاكل حاجة بسيطة جدا واقعد تلت ساعة، قيمة الحاجة دي ما تنزل في الامعاء، الامعاء فيها عصب، يقول لك انت اكلت كفايتك، تروح لمركز الشبع تقول له كفاية كده. بس ده عايزة واحد صبور. اي واحد فينا بيتغدى وجاله تليفون والتليفون قعد تلت ساعة يكلمه، هيرجع الاكل ما يقدرش ياكل، لانه شبع بطريقة تانية. الطريقة الاولى خطيرة. شفتوا بقى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ نحن قوم لا نأكل واذا اكلنا لا نشبع. ما انت هتشبع بعد شوية. ليه؟ كأنه بيقول لك اشبع بالطريقة التانية مش بالطريقة الاولى. لما نتكلم عن المساجد، ربنا سبحانه وتعالى يكلم عن المساجد، يكلم مسلمين ولا يكلم غير المسلمين؟ طب اذا كان بيكلم الكل يبقى المساجد مش مقصودة، يبقى المساجد مش مقصودة. لما ربنا يبتدي الآية يا بني آدم ما بيكلمش المسلمين، خذوا زينتكم عند كل مسجد. الله، ده ما فيش حتى نقطة مش أجدين، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يبقى مش مقصود المساجد، مقصود التوقيت. التوقيت، ناكل خمس مرات في اليوم. هي ده البحث اللي في أمريكا عاملاه. عايز تعيش سليم، تعيش قد سيدنا نوح، كل خمس مرات، ما تاكلش مرة أو اتنين أو ثلاث مرات زي ما احنا بنعمل، خمس مرات، كل ثلاث أربع ساعات تاكل وجبة بسيطة جدا، لا أنت شبعان ولا أنت جعان. أهي دي الآية، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، مفيش نقطة، مفيش آية جديدة، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إيه علاقة الأكل يا ربي بالصلاة بالمساجد سوى التوقيت؟ إنها خمس توقيتات في اليوم. لما ربنا سبحانه وتعالى في سورة طه الآية رقم 81 يقول كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. يا نهار ابيض، يعني يا رب لو انا شبعت وكلت كتير تغضب عليا؟ ايوه ايوه. لماذا؟ اللي يدرس طب
ويدرس الكلى معمولة ازاي، قمة الفن. طب والكبد قمة قمة الفن، والقلب انت بالاكل بتبوظ الاجهزة دي اللي ربنا عملها لك بمنتهى الروعة بتبوظها باكل. وعشان كده نقول ايه بقى، يا بني ادم خلاص دي خلص، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. سيدة عائشة لها حديث صحيح تقول كان يمر علينا ثلاثة أهلة، تشوف الهلال ثلاث مرات يعني شهرين كاملين لا يوقد في بيت رسول الله النار، شهرين ما بيطبخوش، وكنا نعيد على أسودين. الأسودين مش معناها لونه أسود، إن السواد الأعظم هو اللي استخدمه المية والبلح التمر والمية. يا أخوانا الأكل كارثة والله كارثة، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. خلاص أنا بخلصه. في ناس نصحين قوي بقى يروح شارب كوباية مية قبل الأكل، ده ناصح لأنه ملى معدته بالتلت يبقى اللي باقي منها قليل. النصيحة الأخيرة الأخيرة، أطلبك أي لحظة من اليوم، أطلبك أي لحظة، يا محمد جعان تقول لي لأ، يا محمد شبعان تقول لي لأ، كده عمر ما يجي لك أي مرض. خلي بالكوا الأكل كتير له علاقة بالسكر، بالضغط، الشريان التاجي، بتهون الكبد، أمراض كثيرة جدا جدا. نرجع سنة كل سنة طيبين ونشوفكم مرة تانية إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا ما حدش فينا حابب أن ينتهي هذا اللقاء، خصوصا في حضرة الأستاذ الدكتور محمد عزت والأستاذ الدكتور حسام موافي، لا نرغب أبدا في ختام هذا اللقاء، لكن هكذا طبيعة الأمور، كل شيء له بداية وله نهاية إلا الله سبحانه وتعالى له الدوام. نختم هذا اللقاء الطيب الكريم من رحاب مسجد سيدنا الإمام الحسين بابتهال الشيخ المبتهل محمد علي جبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا يا من يجود وفضله يحويني، يا خالق الأكوان أنت معيني، يا من يجود وفضله يحويني، يا خالق الأكوان أن إذا تاهت خطايا بظلمة أمر النجوم بضوئها يهدي، وإذا ظمئت لقطرة من مائي نادى السماء نادى السماء
تزينت كل الحدائق بهجة والخير وتزينت كل الحدائق بهجة والرزق من خيراتها يأتيني وإذا مرضت أهدني سقمي فمن غير الرحيم فمن غير الرحيم بلطفه يشفيني والخلق إن جاروا علي بظلمهم فهو الذي من شرهم يكفيني عجبا لقلبي عجبا لقلبي عجبا لقلبي كيف يعصي ربه عجبا لقلبي عجبا لقلبي كيف يعصي ربه من بعد هذا والدنا تلهيني في العشر الأواخر ربنا اهديني في العشر الأواخر ربنا اهديني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب نرجوك ترحمنا يا رب قلوا يا رب نرجوك ترحمنا نرجوك تحفظنا نرجوك تسترنا نرجوك تهدينا للخير تهدينا نرجوك تعتقنا نرجوك تنصرنا نرجوك تغنينا نرجوك تقنينا نرجوك ترحمنا نرجوك تهدينا نرجوك تعتقنا اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه عليه الصلاة والسلام. والله هذا هو أفضل ختام أن نختتم هذا اللقاء
بالصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونشكر في هذا اللقاء مضيفنا الدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ونشكر أستاذنا الجليل الأستاذ الدكتور حسام وافي أستاذ الأمراض الباطنة بكلية الطب، شكرا جزيلا لحضرتك. وشكرا لوزارة الأوقاف ولمعالي وزير الأوقاف، شكرا للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، شكرا للهيئة الوطنية للإعلام وقناة النيل الثقافية. نشكر حضراتكم لهذا الحضور الطيب، وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى اللقاء.